خالق الشهور والأعوام، أكرمنا بخير شهر، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وفتح لنا فيه أبواب الجنان، وغلق فيه أبواب النيران، لنكون فيه من الفائزين بجنة الرضوان. والصلاة والسلام على النبي العدنان، أفضل من صلى وصام وأطاع أمر ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا في هذه الآية هي مجرد من الشك، أي بمعنى كي تتقون، كي يصل بكم صيامكم إلى أن تكونوا من المتقين في هذا الشهر. ولهذا فقد ابتدأت آيات الصيام بالحديث عن التقوى في هذه الآية، واختتمت آيات الصيام بالحديث عن التقوى. آخر آية في آيات الصيام قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إلى آخر الآية. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فابتدأت آيات الصيام واختتمت بالحديث عن التقوى حتى يترسخ وحتى يتعمق مفهوم التقوى في نفوسنا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة، أي وقاية وحماية وستر، فالصوم جنة من عذاب الله، الصوم جنة من النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الصوم جنة من الوقوع في المعاصي والمحرمات، الصوم جنة من سيء الأخلاق، فلا بد للصيام أن يرقى بصاحبه إلى حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يفحش في القول ولا يسخط، لا يرفع صوته، لا يصرخ، فإن ساقه أو قاتله أحد فليقل إني صائم. عباد الله، أوصيكم ونفسي في هذا الشهر العظيم بالتقوى، أوصيكم بالتقوى في شهر التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، يا عباد الله، ها قد أكرمنا الله عز وجل بشهر التقوى، بشهر الرحمة والمغفرة والبركة والعبادة.
من النيران، فنسأله سبحانه أن يعيننا في هذا الشهر على الصيام، وأن يعيننا على القيام، وأن يعيننا على تلاوة القرآن وصالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يكتبنا عنده في آخر هذا الشهر من المقبولين. اللهم آمين. ما من عبادة أيها الإخوة فرضها الله علينا إلا وكان الغاية من ورائها هو تحقيق التقوى. تحقيق مفهوم التقوى. الله عز وجل في خطاب عام خاطب الناس جميعا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل فرض علينا الصلاة وأمرنا بالصلاة ليل نهار لأجل أن يترسخ في نفوسنا مفهوم التقوى. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل فرض علينا الزكاة وأمرنا بالصدقة من أجل أن يتحقق مفهوم التقوى. لما تحدث الله عز وجل عن المتقين ووصف عباده المتقين ماذا قال؟ قال: إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هي صفاتهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لما كانوا يدعون إلى الصدقة وإلى الزكاة كانوا لا يبخلون، بل كانوا يسارعون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك الحج الذي يتتبع آيات الحج في القرآن الكريم يجد أن التقوى وكلمة التقوى تتكرر في العديد من آيات الحج. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآية. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى كذلك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، إلى غير ذلك من الآيات. إذا أركان الإسلام جميعها من صلاة وزكاة وصيام وحج جاءت لتحقق مفهوم اسمه مفهوم التقوى، تقوى الله عز وجل، أي مخافة الله والخشية من الله تعالى والائتمار بأوامره واجتناب نواهيه. هذا هو مفهوم التقوى، أن الإنسان يكون عنده مخافة الله عز وجل، أن يكون طائع لله عز وجل. ولهذا يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تعبد الله فلا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال هذا الأعرابي:
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، أو في رواية سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يعني إن عمل بما أمرته فهو من أهل الجنة، إن تمسك بما أمرته به، عبد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان، لم يمنعه شيء من دخول الجنة. لكن الحج لم يذكر في هذا الحديث، كما قال علماء الحديث إن الحج لما جاء هذا الرجل لم تكن بعدها قد فرض ركن الحج، فقد فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة. إذا من عبد الله ووحد الله عز وجل وأقام الصلاة، صلى الصلوات الخمس، وتصدق وأدى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام إن كان مستطيعا، لم يمنعه شيء من دخول الجنة. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فالتقوى أيها الإخوة هي طريق عبورنا إلى الجنة. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فنسألك يا الله في هذا الشهر العظيم أن تنادي علينا جميعا يوم القيامة أن نكون من المتقين، وأن تنادي علينا جميعا ادخلوا الجنة بسلام آمنين. اللهم آمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس، عن أكثر ما يدخل الجنة وأكثر ما يدخل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فنحن بصيامنا لابد أن نجمع بين تقوى الله وبين حسن الخلق، ولا نكون من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه أفسد صيامه بالغيبة والنميمة والكذب والخوض في أعراض الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ربنا غني عن الصيام إذا لم يكن الصيام الذي نضبط به جوارحنا وألسنتنا. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر، يقول له: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال أبو ذر: قلت بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق بمثلهما. حسن الخلق وطول الصمت، عندك كلمة طيبة، كلمة نافعة احكيها، ما عندك اصمت حتى تحفظ صيامك. نعم، لابد أن نجمع في صيامنا بين تقوى الله وحسن الخلق، عسى أن يتوبنا الله عز وجل عنده من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، يعمر أي يملأ مساجد الله. فمساجد الله تعمر وتعمر بالمصلين الذاكرين المسبحين التالين للقرآن الكريم. نعم، الواحد يفرح ويبتهج ويسعد لما تمتلئ المساجد في رمضان في صلاة التراويح وفي صلاة الفجر. نعم، لكن الذي أود أن أقوله أن رمضان هو مش أسبوع، رمضان مش بس أول 10 أيام نأتي إلى المساجد ثم نهجرها بعد ذلك، وهذا هو حال الناس في كل عام. إنما رمضان هو شهر كما قال الله تعالى، الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا بد أن تجتهد طوال الشهر، أن تحضر إلى المسجد لتصلي صلاة الجماعة في أي مسجد من مساجد الله. مش نجتهد وننشط في أول رمضان ثم نكسل بعد ذلك، لا، إنما لا بد أن تبدأ رمضان بخطوات شوي بطيئة ثم بعد ذلك تنشط. الأصل أن تنشط في الأواخر، في العشر الأواخر من شهر رمضان، لا أن تكسل وتهجر مساجد الله وتهجر القرآن. كما الخيل تبدأ السباق بخطوات ليست بسريعة ثم في آخر السباق حتى تسبق وتجتاز الخط فتسرع في خطواتها، وهكذا حال الصائمين القائمين في هذا الشهر، يبدأون شهر رمضان بانتظام، إن يكون الواحد له نظام، برنامج لقراءة القرآن للذكر والتسبيح، برنامج للدعاء طوال الشهر، وينشط في آخر الشهر لا أن يكسل. اللهم يا ربنا أعنا على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على تلاوة القرآن، واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. يا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. الله